السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة المكرونة البشاميل في القلاية ديلونجي. وصفة سهلة وسريعة وحلوة جدا، إن شاء الله جربوها وتعجبكم. دي الصينية اللي أنا هستخدمها جوه حلة القلاية. فكرة عملية لو أنت حابة تعملي صينية صغيرة أصغر من حجم القلاية. الصينية دي صينية اللي تشيز كيك. أنا شلت القاعدة بتاعتها وبعد كده غلفت الأرضية بورق الزبدة مع الفويل. انا كنت عملتها معاكم بالتفصيل قبل كده في فيديو، ان شاء الله لينك الفيديو في صندوق الوصف للي حابب. بعد كده انا سلقت المكرونه في ميه وملح وضفت عليها نص كميه البشاميل، وبعد كده هبدا اوزع طبقه منها على في الصينيه. انا مستخدمه نوع المكرونه ميكس ما بين المكرونه الاقلام والمكرونه الصغيره، وبعد كده هضيف عليها اللحمه المعصجه، شوحت بصل وثوم وفلفل الوان، ومعاهم بعد كده اللحمه المفرومه مع التوابل. الطريقه العاديه خالص للحمه المتعصبه. وبعد كده هضيف طبقه تانية من المكرونه. انا بسلق المكرونه في ميه وملح وبعد كده بصفيها وبضيف عليها نص كميه البشاميل اللي انا جهزته، والنص التاني بضيفه على الوش. البشاميل انا ضفت فيه الحلة معلقتين زيت ومعلقتين زبدة، وبعد كده ضفت عليهم 4 معالق من الدقيق ممسوحين. شوحت الدقيق مع الزيت والزبدة لحد ما اتحمر شوية، وبعد كده ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، وبعد كده ضفت عليهم 4 كوبايات كبار من الحليب البارد. هنقلب باستمرار لحد ما الخليط يتقل معانا او البشاميل يتقل معانا ويغلي. بعد كده بوزع على الوش شرايح من الزبدة. البشاميل اللي بيبقى لسه سخن فسهل جدا ان احنا نوزع الزبدة. انا بفضل الزبدة عن الجبنة الشيدر، طعمها ونكهتها احلى بكتير من الجبن. هضيفها في القلاية او هحط الصينية جوه حلة القلاية، وهشغل القلاية على برنامج البطاطس مستوى الحرارة الثالث. بعد ربع ساعة هدورها الناحية التانية وهسيبها لحد ما تكمل لنهاية البرنامج. فده عندي نتيجة المكرونة البشاميل في القلاية ديلونجي على برنامج البطاطس، بندورها في نص المدة علشان تتحمر بالتساوي. وصفة سهلة وسريعة وفكرة حلوة جدا لو انت حابة تعملي صينية صغيرة من المكرونة، مش مستاهل ان انت تشغلي عليها فرن البوتاجاز. ولو انت حابة تعملي حجم الحلة كلها، بنضيف ورق الزبدة في حلة القلاية وبعد كده بنرص وبندهن الجوانب كويس جدا بالزبدة، وبنرص طبقات من المكرونة واللحمة المعصجة مع البشاميل. لكن انا كنت حابه اعمل صينيه صغيره فاستخدمت الفكره ديت، سهله جدا وبسيطه وسهل ان انتوا تجهزوا الصينيه دي. ان شاء الله لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. دايما بستخدمها، ولو حابه اعمل اي نوع حلويات كمان بتبقى فكره حلوه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. مع السلامه.